واش الدراري وشباب بلاش معكم وطوف رياكسيون جديده في فيديو جديد نهار جديد الدراري كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير لكم كلشي مزيان كلشي مرتاح كلشي هو هذاك انا غير من صوتي الدراري غنبان لكم كيفاش داير واش هو هذاك ولا لا تنقول لكم صحتكم هي الاولى مزيان انا جبتها بصحتي ديما نفس الغلط النصيح المغفل والمهم الدراري ماشي مشكل هاني يعني الله يسامح قلتوا لي الدراري بسيكو اي مانيبيولاسيون غنديروا على الدراري رياكسيون شوفوا الطراك كيفاش داير الوغ تقاش عمر انترو بدا الطراك ديالنا عمرك شاء الله شي نعجبك البلان ستي لايك دير سبسكرايب تقاشهم بداو بلو جاك ماضي كاتانا عايش نوني فلاتاك فلو جاك فيك الفاتالي باك الو بدأ الدراري تراك ديالنا بسيكو اي مانيبيولاسيون 2011 Bienvenue في عصر الفتن في عصر الانحطاط في عصر المحن عصر في مخططات قاعدة تصير في حاجات مش مفهومة دونك لازمها تفسير باش تفهم واقع الحاضر لازم تفهم الباسي انا نعطيك التاريخ لما يتقراش في الليسي سياسة المراحل نفهمك الهيستوريك ايتاب باغي ايتاب نعطيك لافريز كرونولوجيك اول مبادرة التاريخ متاعها كان بعيد بين تيدر هوتزول والسلطان عبد الحميد تيدر هوتزول مؤسسة صهيونية سلطان عبد الحميد يحكم الدولة العثمانية المطلب كان خبيث كان واضح ومحدود يتنازل على فلسطين وتولي دولة لليهود السلطان رفض كانت عنده نخوة بلا أطماع قالهم مستحيل قطعة من أرض الإسلام تتباع ومن غادي بدأ تخطيط وبدأت المنظمات كل اتحاد والترقي كما تركيا الفتاة منظمات تخدم وتحارب كونتر الدين الأعظام تاعها الكل كانوا من الماسونيين الهدف سيكوين بنت لي لا بيداغوجي سكولير ما غاتش عطيش هاد المعلومات فهمتي دارت الدور ديال البروف والله الا دار الدور ديال الاستاذ والله الا دروس في التاريخ والله الا دار الدور ديال الاستاذ اللي تي فهمتي اللي عنده ضمير تعاود كل حاجه كيف خصها تعاود هو الإطاحة بالسلطان وتبدل الإسلام بالقومية والأوطان وكيف هكا تقضي على الخلافة الإسلامية وتبني وتأسس تركيا العلمانية ألوغ لا تركي تولي بوابة الإلحاد تفتن العرب وتولي الباب ليدخل منه الفساد مع مصطفى كمال يزيد ينفي العلماء ويصاروه قائد عظيم تعطيك صناعة الزعماء باش تفهم البروسيسوس وتكنيك المؤامرات لازمك فيزيون استراتيجيك تواكب التطورات العصر ذاك كان جحيم كان سيل فيه الدماء في الحرب العالمية بالمحور والحلفاء الدولة العثمانية تحارب كونتر لانجلتير مالا لانجلتير كان لازمها ان تاكتيك دو غير ان تاكتيك ضعف بها القدرة العسكرية مالا تعطاكي الخلافة من الجبهة الجنوبية مي لازم فما عميل وخائن عليه تتكى والقاتل اللي تلوج عليه في شارف مكة تانكيت نتعمق ونزيد نبين شارف مكة هو المعروف بالشارف حسين كان طمع في الحكم بالانقلاب ولا الحيلة كان عنده عقلية الغاية تبرر الوسيلة مي البروبلام سي كو كان ياسر بيت لانجلتير كانت تتحركوا من فوق كيما الماريونات غردتوا بالمساعدات وبالغنفور ميليتير ليسونسيال يتواغل في الخلافة كي الكونفير وعددتوا بالحكم وبالكتب اسمحوا لي يا الدراري ماشي اي بروف خدم الدور ديال البروف كاملين بروف ديال التاريخ البروف ديال الايكونومي والبروف ديال الجغرافيا يمكن كاع لي بروف هادشي ملي كتشوف ملي كتشوف شي روابط كاينين دايرين بحال هكا مازال الدنيا بخير والله الا دروس هادشي شنو تكتب داكشي هذا دروس هذا والله الا دروس فيغاسيون ايكونوميك وباركونتر يعمل انقلاب على الريجيم اسلاميك ومعامك مهون في مصر بدات المراسلات كيفاش يطيحوا النظام الاسلامي بالانقلابات وهوني وصمة عار جديدة في تاريخنا تتكتب خيانة عظمى حركها لورانس العرب مي بيان سوغ الخيانة ما نسميوهاش خيانة العب بالمصطلحات نعطيوها اسامي مزيانة الحرب الصليبية يكون في اهل القبلة نعطيوها اسم الثورة العربية الكبرى وهكا يبدا يتنفذ البلون تاع ابليس وغادروا الشريف حسين في الكواليس في روسيا سير معاهدة سايكس بيكو في اللوسيس ماي 1916 كان السيدو أنا كور صار بين لانجلتير و بين لفرانس ينص على تقسيم الدولة بعد لغيزيستانس لفرانس تاخو سوريا و لبنان بلعبة بوليتيك لانجلتير تاخو الأردن والعراق ببلان ديابوليك كان بعد بعام في 1917 يتبدل الوضع وصير برشا تطورات في روسيا تقوم لغيفوليسيون بولشيفيك وبدأت بوادر تأسيس لونيون سوفياتيك فلاديمير ليني
الصهيوني أسس دولة شيوعية نص الحكومة من أتباع الصهيونية وكيف هكا ليسيونيست ولات عندهم انفليون صار تطور باش يكون عنده دي كونسيكونس اللي جويف ولات عندهم بوزيسيون ياسر فور هذاك علاش في نفس العام جا الوعد تاع بيلفور لانجلتير كان لازمها تكفل اللي جامع هاد الفيديوهات شفت اللي جامع هاد لي فيديو هادي اللي دابا فهمتي حطها في هاد في التراك ديال مانيبيولاسيون والله الا تاعت خونا ضربت مارة حيت جابت فهمتي دي فيديو اللي قليل باش تلقاهم ولا صعيب باش تلقاهم فهمتي في كل موضوع تيهضر عليه بسيكويم الا وتيجيب لك فهمتي الصوره ولا واحد الاكستريم من داكشي اللي كان واقع في ديك الوقيته ولا فهمتي شي حاجه اللي كتجسد داك اللعيبات في الجهود وتقدم الوعود باش تكسب رضا اليهود دونك لازمها تلعب لعبة للعرب وتعطي فلسطين اليهود فوق طبق من ذهب مي لازمها ما تبانش كقوة استعمارية وتدخل تحت ثوب حماية الثورة العربية من المنطلق هذا لانجلتير بدأت تتحرك ولعبت اللعبة مع كامل اتاتورك مصطفى كمال كان من اكبر اعداء الدين كان قائد الجيش العثماني في فلسطين خيانة اتاتورك هي تثبت في الاكريز جعب الجيش وخلى طريق للانجليز وباركونتر في طريق بعدي نصبو زعيمة ويحارب الاسلام ويولي قائد عظيم وكيف هكا تدخل الانجليز بالحق دي مخبي يدخل الفيلق يقودو الجنرال اللامبي ويقول الجملة المعروفة التاريخية طوى بركة وفات الحروب الصليبية وطيح دولة الخلافة الإسلامية في بلاصة الإسلام تجي القومية العربية هك شوف طلعتك فيه كل لعبة كيفاش ملعوبة كيفاش خسرنا فلسطين تحت اسم العروبة ملي صار هذا كل سيكل أبخم يقبق فيه مازال فما أن دوزيام كوشمار باش يجي مي بيان سور اللي جاي هو لو في دونجورو مع الثورة المصرية في 1952 بعدها بعامين يتم إعلان الجمهورية وقيادة عبد الناصر الدولة اشتراكية بيانسيغ السوسياليزم كان سيد الأحكام اختاروا منهج كارل ماركس على منهج الإسلام وزادت ماتت الشريعة الإسلامية وطلعت أقوى شعارات القومية العربية حكومات لا دينية ما تحكمش بالإسلام هو من الأول فهمتي من الأول اللعبة كاملة وهادشي كامل وهاد لي كومبلو كاملين وهاد فهمتي الأساس هو فهمتي هو الدين الاسلامي لا ريليجيون ديال الاسلام من ديما وهي باغا تضرب حيت عارفينها فهمتي سيرتو على انها عارفين الدين الحق هما قارين هادشي وفاهمينه اكثر ما حنا فاهمينه عارفينها هي الدين اللي غادي يبقى عارفين بزاف ديال الحوايج اللي كيحاولوا ما امكن على انهم يغراطيو كل ما لقاو ما يغراطيو وهادشي دابا اللي ولينا كنشوفوه في لي سوسيتي اغاب بزاف منهم فهمتي بزاف ديال لي جون ملحدين منهم بزاف ديال لي جون فهمتي عندهم واحد المعتقدات وحدين اخرين يعني بزاف ديال البلانات اللي دابا ما تندويش على فهاد الوقيته هاد الوقيته كانوا حوايج اللي دابا هما تيعاودنا عليهم بسيكوهم وكيشرحوهم لينا فهمتي دابا كاين نوع واحد اخر عاوتاني سي لا مانيبيولاسيون نيت غير هي ماشي بحال هكا اون مانيبيولاسيون بطريقه وحده اخرى عاوتاني بعالم واحد اخر اي هذا تراك اسلام تحكم بالعلمانية عندها دين كله أوهام جمال عبد الناصر كان هو أبو القومية كانوا يشوفوا فيه بطل الأمة العربية ذاك علاش تاريخ أسود في الأمة تكتبكي تأثروا بالقومية برشا الزعماء عرب في العراق يجي صدام حسين ويجي ياسر عرفات في فلسطين في ليبيا يجي القدافي بعد ما الحكم تقلب في نفس العام في سوريا جا حافظ الأسد في تونس جا بورقيبة في الجزائر أحمد بن بلة زعامة قومية ما تستعرفش بالملة ما تحكمش بالإسلام تتبنى لا لايسيتي بمنهج العلمانية تحكم لا سوسيتي فسر لك العلمانية نعطيك لا ديفينيسيون هي سيباراسيون بين ليتا وبين لا ريليجيون معناتها ينحيوا الإسلام ويحطوا قوانين وضعية جايبينها من الشيوعية ولا الثورة الفرنسية بلغة أخرى هما أقوياء ما يستحقوش العون بلغة أخرى هما أعلى من إله الكون بلغة أخرى فريمو ما لقيت ما قول فولتير وكارل ماركس وزوز أعلم من الرسول أما لبيع شراب وعمل بيوت للزنا شي همك في القرآن وامشي حل للربا لازم تخسر للدنيا بنظرة تقدمية واخطأت بالإسلام الإسلام راهو رجعية دماش يمكن اسمع لي يتقال الزعماء ما يصوروهم نك الابطال انا استقلال القوميه عندي ما هوش استقلال ودرابو بلادي ما هوش غوجي بلون فيه نجمه وهلال انا درابو بلادي عنده تاريخ مجيد اللون نتاعو اسود وفيه رايه التوحيد
انا بلادي من المحيط الخليج هذاك علاش كي نسمع كلمة فلسطين وحدي نهيجاني نقولها وما يهمنيش في الشتائم ماني نقولها ولا اخاف في الله لو ما تلائم ماني نقولها اون طون كو رابور يحركني الايمان لا بديل على الاسلام لا بديل على القران كنا دولة واحدة تحت راية الخلافة لا تفرقنا حدود لا تفرقنا مسافة عنا رب واحد كان عنا عقيدة واحدة كنا اخوة في الاسلام والشعوب الكل متحدة اليوم جات القومية والالحاد اللي فرقنا بعدنا على بعضنا وتشتتنا وتمزقنا اليوم ولينا انا تونسي وانت جزيري والاخر مصري القومية العربية اليوم نستني في اصلي هذاك علاش كنشوف شي سير نبقى حاير بين اخوانا المصريين واخوانا تاع الجزائر على بارتي فوت عادي تطيح الارواح لازم الشعب المصري يموت بالشعب الجزائري يرتاح ومن بعد ضربنا الفيروس احنا تونس نتحلفوا في المصريين بتسكر للجبانة خاصة على اسرى الترجيين الناس بكات بالملايين ما بكيناش عليهم كيف اسرى العراق وفلسطين بورتون في فلسطين الجن تجاهد على الاسلام الجيش يبدا وراه والمدرعات قدام ما يغيبناش كيف يح اسير في الايدي الصهيونية قد ما يغيبنا واحد يجاهد ويدافع على الجمعية سيد الفيراج غادي كاشو كاني انا لهنا في بلاصه يستغيث بربي غني حومة الحماة يستغيث بالقومية وشعارات الوطنية شباب بلعبوا بيه السهويت الإسلامية فالكونتر ما قلتلك شي أسكت ولا أبقى كالم نعرف باللي حاكم مصر غادي هو الظالم ما قلتلك شي طبس راسك ولا أرضى بالظل أقسم بالله أنا هنا نغلي وقلبي تعبى غول مي كانت عندي نظرة بعيدة وإنفيزيون بوليتيك مش كيما برشا رافرة حابة تعمل بيبليك كنت قادر نخرج راب كل ميسيل نزيد نأجج الفتنة وخلي الدم يسيل كنت قادر نسب شعب وحكومة مصر مي عارف باللي هذا كلام عنده ويني وصل النصر راه ما جيش بالسبان ما يجيش كي شعر بقوة ما فهمتي ما هادشي واقعنا وبقوة ما هادشي تيهضر فيه بسيكو ام فهمتي ماشي كاين جدر كاين وكاين وكاين جدر ما قدرتش نقطع ما قدرت نقول حتى شي حاجه واكثر ما بغيت غير نسمع انا البسيكو هاد التراك ماشي تقريبا لا هاد التراك قال فيه كلشي اللي خصو يتقال قال كلشي اللي ممكن شي واحد يهضر فيه ولا يشرحو ولا يبينو ولا يوريك شنو خصو يكون ولا شنو خصك دير ولا كيفاش نتايا مانيبيولي وتدير واحد الحاجه ما خصكش ديرها باغ كونطخ في جهه واحده اخرى شوف واحد التناقض واحد الروينه واحد الافلام واحد الحوايج اللي كيتعاشوا ما نقدروا نقولوا والو غير اننا مانيبيولي النار ونزيد نشر لعين السبان والشتائم مش من منهج النبوة الحكمة والحجة هما اللي فهم القوة وبيوس الراب متاعي الكل قائم على التحليل هذاك علاش ما ننفعلش نعطيك راب كله تفسير الور افهمني وركز وما تبداش مشان نجال عبنهم كيما السيستم في بارتي شي ترانج باش تفهم لازم تخزر القدام لازم عندك لا مونتاليتي بسيكو ام لازم عندك لا ستابيليتي بسيكولوجيك وفيسيون انترناسيونال وانتيليجونس اناليتيك لازم عندك فيزيون تقدر تكشف المفتور عندك فيزيون تقدر تقرا ما بين السطور باش ما تطيحش في البياج كيما صار معاهم هما وتقدر تعمل فرق بين الشعب والحكومه حكومه والاعلام المصري اشترهم عملاء والشعب مسكين هاوي قاسي في الشقاء يعني قولها وما يهمنيش في الشتائم ماني نقولها ولا اخاف في الله لو ما تلائم جو مفو من سياس الحكومات الشعب التونسي والشعب المصري زوز يبقاو اخوات ما تخليش القوميه والعروبه تاثر فيك ما تتبعش شعارات لزيت عليك انا عندي يقين وما في حتى دود ام اجتمعت على الاسلام ما تفرقهاش بحثي فوت اكيد لك على القوميه جوست من البلان استراتيجيك من البلان ميليتير والبلان جيوبوليتيك توا نفسر لك من البلان مونتال من البلان بسيكولوجيك والبلان تاع حرب الافكار كيما العاده ركزوا باش نبدا نفسر نرجع بيك سنين التالي نحكي لك التاريخ تاع مصر نحكي لك تاريخ الأمة وين بدأت تعاني عهد التغريب الفكري جمال الدين الأفغاني عهد نشط أشباه المثقفين والأفكار العلمانية اللي تحارب في الدين التاريخ رافع الطهطاوي وتاريخ طاحسين وتلاميذ محمد عنده كيف أمثال قاسم أمين العهد كامل أتاتيرك وعهد سعد زغلول والدعوة للتبرج للفسق والفجور
عهد التأويل والتحريف الفتاوي عهد حر المرأة تحت راية هدى الشعراوي طلعت شعارات القومية والإلحاد والحرب الفكرية اللي كانت تنشر الفساد الطعن في الدين ولات اسمه جرأة الانسلاخ على الإسلام سماوه تحرير المرأة وطلعت ناس تحكي باسم الدين علماء عملاء شرهم منافقين علماء بلا ميثاق قلوب كلها نفاق والأظهر الدنس بمصطفى عبد الرزاق واحنا زاد ضربنا الفيروس في البلاد في العهد القديم بافكار الطهر حداد والنتيجة سيكو فصحوا شريعة الإسلامية وفي بلاصتها حطوا مجلة الأحوال الشخصية هذوما شخصيات يصوروهم لعظماء وانا نبقى ديما ولي ريزولتا ديال هادشي هما كنشوفوهم دابا لي ريزولتا ديال هادشي كامل النتائج ديالو ديال دابا هي راه كتبان كنشوفوها وكنسمعوها وكنعيشوها تدير لهم سفهاء وما تقوليش طبوع الدغوا وتفرض علي سكات وتقول لي ما عندكش الحق تنقدها شخصيات مال قبل ما تقف وتجوجي بسيكو ام حسبهم قبل كيف انتقدوا الاسلام ما عنديش الحق نقد شخصيات معروفين ونورمال عندكم هما كيف ينتقدوا دين بغيف هذوما ناس طلوبهم على الحق مال دعاة للتبرج الفسوق والانحلال واليوم على خطاهم او جانا جيل جديد نفس الجيل اللي طيح السلطان عبد الحميد ناس يعتزي واصلين في الإعلام بأفكار العلمانية يتهدم الإسلام تشوف التقدم في العراء والزنا ذاك علاش في نسمة في سمعنا قلة الأحياء سمعنا أكتخيس مريضة لازمها تتعالج قاعدة تقول هوني في كلام ما يتقالش فغيمون ملا سكندال في هاليميسيون كلام قهاوي ما يتقالش في التلفزيون وبعد تجي تحمل راية الأمة وتفتي في الحجاب وتفهم في الفقه والصناع الحمد لله عنا هكا أكتخيس تقود المرأة والأمة بالشامبانيا والباستي شوف دي رياليزاتور عندهم كومبليكس عندهم قرن في الدومان يحكيونا كان عسيكس يا تشوف أفلام تشوه الإسلام والبوليتيك يا تشوف أفلام الكل أخماجل كلها إيغوتيك سينما كلها دعارة معبية بالقذارة كي ثوروا ما في الفرش عندهم قمة الحضارة ملايجة نعطيك مثال التقدم العرب في حلق الواد عصفور اسطح وصفيح ذهب ونشوفوا بنات بلادنا والمرأة التحررية كيفاش شرفنا في السينما المصرية يعطيوها دي ميداي في الفساد ودي ديبلوم اقوى اكتريس في السيت sex.com اسكو المرأة لازم تعرف هاد البلان ديال مصر مصر فهمتي سيرتو في دابا ما عنديش زعما فكره على لي زاكتور ولا لي زاكتريس اللي عندهم دابا شنو هي الديانه ديالهم ولكن سيرتو داك اللي كنا حنا كبرنا مع اسماعيل ياسين وشي وحدين يعني كانوا فريمون الافلام ديالهم فيهم شي حوايج اللي ما كيتشافوش شي حوايج من بعد منين قلبت لقيت لانهم هما اصلا ماشي مسلمين فهمتي لا بليبار ديال داك لي زاكتور اللي كانوا في ديك الوقيته كاملين مسيحيين ولكن كي كونسوميوهم المسلمين دابا هذا هو فين كاين صعيب عاوتاني واحد المشكل واحد اخر تيهضر معاك وتيهضر بلغتك بالعربيه بحالك بحالو ولكن هو ماشي مسلم هو يقدر يدير داكشي وانت كتكونسومي داكشي وكتبغي دير بحال داكشي شي واحد النوع عاوتاني واحد لا مانيبيولاسيون عاوتاني عالم واحد اخر عاوتاني باش تواصل فنها اسكو المرأة باش تتقدم لازم تعري دمها باش تتقدم لازمها في الحمامات وحدا صيف باش تتقدم لازمها تشرب وتتكيف وكي تلبس الحجاب هذه تولي ريغريسيون العفة رجعية ما تواكبش السيفيليزاسيون يصورونا في الإسلام فيروس قاعد يهدم والإلحاد والعراء هو اللي يبني التقدم هذاك علاش ولاو يميعوا في الشباب ولينا نشوفوا الشيف ميني يفتي على الحجاب نشوفوا حيرة مسلمة ضايعة في أوهامها فورتون السنة وكتاب الله قدامها شوفوا ناس حابة تغرقنا في الشهوات يجدلوك بالباطل ويغطي والحق بالشبهات شيخة كيما المكان بستيل نعومي كامبل تفهم القرآن خير من أحمد ابن حنبل هذاك علاش البلاد بدو الحجاب بالفيرسينج جينيراسيون مكتوب جينيراسيون كاستينج هذه تكنيك دو مانيبيولاسيون مونتال جاية من ان دي مول انترناسيونال الصهيونية تسير لي ميديا في اللاتينيزي ولاو حركونا كيما في اللابسيكو كينيزي لي ميديا تفرماتيلك مخك ديسكات تولي تسيرك وتحركك كيما لي ماريونات هذاك علاش ولا عنا شباب مهمش
شباب كي جيت تفسر له ما يفهم مشان نشوفه يتخوبل دو لا بيرسوناليتي شباب عنده اون كريز ديدونتيتي شوفوا شباب ضايع ما عنده شي ايمان شوفوا لي زوموسيكسيال وبنات ليزبيان كثروا لي بيدي وبنات الجوب ميني لي كانا في الشارع اليوم ولا تغاطوي شوفوا لي زينيسيون كل يوم في التلفزيون العباد تصفق وتشتح لي شانسون شعب العراقي موت ويتكفن بالكفن ما يهمش هما في وطن واحنا في وطن هذه سياسة التفريق هذه لا بوليتيك تاع لي زيطالايك اخواتنا في فلسطين يغتصبوهم اليهود واحنا هوني نتفرجوا باسم الوطن والحدود خلينا مالا شيخين نشجعوا في البارتيات تنكيت كل صامدي سوار فما شيخة وخرجات هانا شيخين بالغناء والمسلسلات نعيشوا حرية الوهم وقلوبنا في السبات هذه القومية العربية هاك تشوف المآسي شوف التغريب الفكري وزيد التغريب السياسي فلسطين ما تبكيش كان باعوك الحكام هاو جايك جيل باش يرفع راية الاسلام هاو جايك جيل ما يخافش لا من الموت لا من الحبس جيل يتمنى تكون عنده ألف نفس نفس ورا نفس تموت عجلك يا غزة على الشوثات نتاعو وتترفع راية العزة اللي كتحارب شي حاجة ما هي ما كايناش ما تحارب فيها اصلا راية تخربق بويسك عارفين في الاخر شكون غيربح اينا ريليجيون اللي غادي ماشي اللي غتغلب اللي غادي اللي باينه هي دين الحق جيبها اللي كتحارب ياك كفابور صافي تيديروا هادشي هذا كيجيو لك يديروا هادشي فابور حيت غتمانيبيلي بوتيتغ واحد لا جينيراسيون ولكن غيجيو دي جينيراسيون وحدين اخرين ولا غادي يجيو ناس من بلايص وحدين اخرين شادين الدين حسن منك نتايا اللي ما عرفتش يمكن نتايا ولا تمانيبيليتي ولا ناقص في شي حوايج ما عرفتيهمش ولا ولكن الله يهدينا اجمعين الله يهدينا اجمعين شنو نقول هاد رابر ما دازش بحالو ما غادي يدش ما غيدوز حتى شي واحد بحالو الا قلتي رابر بقى ما في الكلمه من معنى ما كاينش بحالو بالرجوله زعما المواضيع اللي كيدوي فيهم والطريقه باش كيدوي فيها ولو نيفو انتيليكتويال اللي عنده و تذاك التحليل كيفاش كيحلل الحاجه زعما ما شاء الله صافي ما شاء الله تراك الدراري واعر بلاي ليست حيت يستاهل الدراري يسمعوا بحال هادشي ويعرفوا بحال هادشي هذا وتوضح لهم الصوره ديال بزاف ديال الحوايج اللي هما غالطين فيهم فهمتي حيت انا قلت لكم دروس كاينين هنا دروس في التاريخ دروس في بزاف ديال الحوايج اللي ما تتقراش وما غيوريوهاش ليك وما غيقولهاش ليك اي واحد هذه الحاجه اللي خلاني فهمتي بدا نفكر فيها دابا بسيكو ام سي كو كاين مجهود كبير على انك باغي تنبه ولكن المهم ديما تنقول داك القضيه ديالو الا فهم غير واحد براك الا فهم غير واحد براك ان توكا الدراري تراك باينه اسم على مسمى مانيبيولاسيون سي دو لا مانيبيولاسيون توتال سي سي فري كو فهمتي كون لي مانيبيولي و مسمى اون دو رياجير ولا شي لعيبه ما عرفتش هادشي هذا عاد كنفكر فيه دابا انا من بعد ما سالي كاع هاد الرياكسيون سالي هادشي كله هذا بدو مشكلتي انا هو تمشي تنبغي ناناليزي كل حاجه سيرتو يعني خلينا من الموسيقى ولا خلينا سيرتو الحوايج اللي كتكون عايشه نبغي في داك الفيس ديال نبدا ناناليزي كل حاجه وعلاش هادي بحال هكا وعلاش ما دارتش بحال هكا كنت بحال هكا كون اي ما غاتشونجي حتى شي حاجه ولكن او موان فهمتي كطرح اسئله وكتحاول تلقى لهم الجواب ولا تشوف لهم فهمتي داك كوتي وحدين اخرين منهم ولا شي لعبه بحال هكا اون توكا الدراري هادشي اللي كاين كنا في الرياكسيون ديال بسيكو ام مانيبيولاسيون تقاشعوا الدراري في رياكسيون جديده في فيديو جديد Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say